ايه <applause> يا عم انت في ايه؟ انا بقيت خافلة بجد وتنتحر وتموتنا. كل الجرايد كاتبه عن الملياردير المكتئب، الله يخرب بيتك فضحتنا. مش عارف اخرج من الحاله دي. زهق رهيب. انت اللي حطيت نفسك في الحاله دي. انت اللي مختار تعيش ملاك بجناحين وحرمنا من كل ملذة وطاب. في ايه بقى يا اخي؟ انا ما اخترتش حاجه على فكره. ده طبعي. انت اكتر واحد عارف ان انا مش بمثل. ما هو ده بس برضه حس يعني ما يمنعش يعني ان انت تطري علينا كده بشويه افعال قذره كده يعني آه, اه 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 لو تسيب لي نفسك لو تسيب لي نفسك اسوقك انا هرجلشك مش بحب انا بحب يا اخي انا بحب والله خصوصا بقى ان احنا عندنا كل حاجه تبسط عندنا فلوس عندنا عربيات عندنا طياره عندنا يخت عندنا بيوت في كل حته في العالم في ايه بقى وبعدين اخوك حسن معاه حق على فكره لو موضوع عايده ده مضايقك طلقها اتجوز عليها خونها وانا مع الفكره دي جدا يا معلم خصوصا ان انت ما قصرتش معاه لفيت بيه على دكاتره الدنيا كلها بس اه ادي الله وادي حكمته فنعمل ايه بقى يا شاطر نسمع كلام اخونا حسن هو بيتكلم صح بدل ما انت داير كده تقول طوب الارض ان انت اللي ما بتخلفش وان العيب منك يا حرام قال ايه عشان ما يجرحهاش وده اللي عمل لك اكتئاب يا حسام عشان رغم كل اللي انت فيه ده اول مره تحس ان ناقصك حاجه خليك في حالك حالي حالي هو حالك يا حبيبي أنا وإنت واحد أهبل <applause>